ليست هذه مجرد لوحة، إنها مزيج لفصول المعاناة وواقع الحال الذي تعيشه المرأة في مدينة تعز، في لوحة تصدرت معرضا للفنون التشكيلية وسط مدينة تعز. قمنا بالمشاركة بمعرض الفنون التشكيلية الأول بلوحة عبرت عن معاناة المرأة، نضالها وتضحيتها خلال 4 سنوات مرت في هذه الحرب، ونتمنى أن يدخل العام الخامس ويعم الأمن والاستقرار أرجاء مدينة تعز. باسكال ياسر فنانة تشكيلية في 18 من العمر، تعد واحدة من كثيرات شاركنا في هذا المعرض من أجل إيصال رسالة المرأة وأوضاعها في السنوات 4 من عمر الحرب والانتهاكات التي طالت النساء هنا. الدافع الذي جعلني أشارك في هذا المعرض هو أن نحكي معاناة المرأة. جعلت دمعي ألوانا وحبرا وتركتها تروي حكايات العناء، لكن عجزت برسمه ريشة الفنان، عجزة يدانيه القلم وسط الهجاء. في هذا المعرض الذي حمل شعار نساء تعز جرح نازف وصمود يتجدد، والذي أقامته رابطة إعلامية تعز، استطعن عرض أعمالهن التي توزعت بين رسوم مناهضة للعنف وأخرى ضد الانتهاكات، لكن أبرزها تلك التي تمجد الحياة في ظل الخراب الذي ألحقته حرب الميليشيات على المدينة. كانت أبرز المعاناة التي عانتها المرأة في تعز خلال 4 سنوات الماضية هي الحصار والقصف الذي تعرضت له النساء والمدنيين بشكل عام، بحكم أنه كان أغلب الضحايا من الحرب كانت نساء، فأتت فكرة هذا المعرض لتجسد هذه الحقبة التاريخية في تاريخ المرأة اليمنية في تعز. تحملت الجزء الأكبر والضريبة الكبرى في هذه الحرب هي المرأة، ودفعت وكانت على قدر المسؤولية، وكانت تمثل الحاضنة الشعبية القوية التي رفضت هذه الحرب، وما زالت تعز تمثل نقطة الصمود، وحتى الآن لم يستطيعوا أن يمرروا مخططاتهم عبر تعز. مع دخول العام الخامس من حرب الانقلاب، تأمل باسكال وزميلتها أن يقمن المعرض العام القادم وقد تحررت البلاد وامتزجت ألوان الريشة بالانتصار لليمن على مشاريع الانقلاب. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.